باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بنقفل السنة بس تقفيلة جميلة. النهاردة الكنيسة تحتفل، وده جمال كنيستنا القبطية، عايشين السما دايما. فتحتفل كنيستنا القبطية بتذكار ملاك البشارة المفرح، ملاك جبرائيل أحد الرؤساء السبعة وتكريس كنيسته. حقا إنه من الجميل واللائق أن تبقي كنيستنا تذكارات الملائكة الأطهار الذين يخدمون أمام الله، الواقفون أمامه ليلا ونهار، والذين يخدموننا هم يخدموا أمام الله ليل نهار ويخدمونه، يخدموا العتدين أن نرث الخلاص. وبالأخص هذا الملاك الجليل الطاهر رئيس الملائكة جبرائيل، ومن حكمة الكنيسة وجمالها ترتب لنا قراءات اليوم بشكل مبهج ومفرح. فتركز الكنيسة على كلمة تكرر من أول عشية، كلمة مجد. فنشوف في البولس يقول معلمنا بولس وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، ويقول برضو ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته. في الكاثوليكون يقول لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة. مين اللي يوجد؟ إحنا عند استعلان يسوع المسيح. فتتهللوا بفرح لينطق به وممجد. وفي الإنجيل أجمل بشارة سمعتها البشرية، بشارة الميلاد، ميلاد ملك المجد. ونسأل إيه علاقة الملائكة بالمجد؟ الله خلق الملائكة قبل البشر، والملائكة شافوا وعينوا مجد طبيعتنا اللي خلقت عليها، شافت وعينت ان احنا اتخلقنا على صورة الله نفسه ومثاله، ومفيش اي خليقة تانية نالت هذه الكرامة والمجد الا البشر. الملائكة شافوا المكان اللي البشر خلقوا فيه وشعروا بحب الله للإنسان، شافوا اهتمامه بالإنسان ورعايته، ومع ذلك عصى آدم وحواء الله وطردوا من الجنة. وهم شافوا الكلام ده كله، وشافوا ازاي الحزن والظلمة والموت والانفصال والخطية سادت على البشر وعلى الخليقة. والملائكة وقفوا لحراسة طريق شجرة الحياة وشافوا الطرد. بس برضو الملائكة سمعت وعد الله إن نسل المرأة يسحق رأس الحي. ومنذ ذلك الحين والملائكة تنتظر تحقيق الوعد ده للبشر. على مدار العهد القديم شوف ازاي كانت الملائكة ترسل من الله للبشر، ان كان برسالة او لخدمة او لتتميم مهمة. فحسب الانجيل نشوف الملاك جبرائيل ظهر لمين في العهد القديم؟ مين جدع كده يفتكر؟
بنقولها في الزكسولوجية لشهر الكهك. دانيال ظهر لدانيال أكتر من مرة، مرة يفسر له حلم، ومرة يقول له صلاتك وأصوامك استجابت. وحسب التقليد في الكنائس الرسولية في الشرق والغرب، هو الملاك، ملاك جبرائيل، هو الملاك اللي أرسل إلى دانيال في جب الأسود وسد أفواه الأسود، وهو نفس الملاك اللي شاف حقوق قاعد بيطبخ وراح أخده كده من راسه ومعاه الأكل وداه لدانيال عشان دانيال يأكل في الجب. هو نفس الملاك اللي اشترك مع الملاك ميخائيل في دفن جسد موسى النبي. هو أيضا الملاك اللي حارب عن شعب بني إسرائيل وحارب وقتل جنود كتير. تفتكروا كان حارب ملك مين؟ ملك سنحريب، ملك أشور، وقتل في اليوم ده 185,000. هو الملاك جبرائيل. حسب التقليد أيضا هو أحد الملكين اللي راحوا مع رب المجد وكانوا في استضافة أبونا إبراهيم أبو الآباء. ونشوف الكلام ده مذكور في باراليكس اللحن يوم 10 بشمس. فنرى الملاك جبرائيل بشكل أخص وبشكل عام الملائكة على مدار العهد القديم أرسلوا لخدمة البشر فخدموهم في جهادهم وفي صلواتهم، في ضعفهم وفي قوتهم، في السبي وقبل السبي الملائكة خدمت البشر ويخدمونا إحنا بشكل أقوى بعد الخلاص، بعد الصلح. الذين عتتينا أن يرثوا الخلاص. فنشوف الملاك جبرائيل خدم البشر إلى أن جاء ملء الزمان ليتجسد الله ويعيد الإنسان إلى ربته، يعيد الإنسان إلى مجده الأول، يعيد خلقته ومجده اللي احنا أخدناه من الله، هم موهوبين لنا من الله. وتبدأ الملائكة زي ما عينت خروج وطرد آدم وحواء وعينت الظلمة والفساد والخطية والموت والانفصال، تعاين فرح وتعاين رجوع آدم وبنيه إلى حضن الله مرة أخرى بتدبير الخلاص العجيب. ويحمل الله الملاك جبرائيل ملاك الفرح، ملاك الولادة، يذهب لزكريا ليبشر بميلاد السابق، ميلاد صديق العريس اللي يهيئ شعب بني إسرائيل لاستقبال العريس، استقبال حمل الله. وبعد 6 شهور ربنا برضو يحمله مهمة عجيبة. أغلى وأحلى البشائر، البشرة اللي هزت السماء وجعلتها تتطقطق زي ما بنقول في الثوتوكية، طقطق السماء ونزل إلينا، اتهزت السماء بالبشارة، البشرة اللي جعلت صلح بين السمائيين والأرضيين، البشرة اللي جعلت السمائيين في ذهول من مجد حب خالقهم، البشرة اللي جعلت السمائيين يروا حب الله الذي لا توقفه مواقف أو ظروف، حب يجعله يخلي ذاته
ويولد ويصير بين البشر. لأجل هذا رتبت الكنيسة في تذكار الملاك تتقرا أجمل البشاير بشارة الملاك العذراء. فأرسل جبرائيل الملاك الملتهب نارا غير الجزداني إلى فتاة عفيفة ويقف أمامها في وقار شديد. هو نفس الملاك اللي نقرأ في سنكسار سبع مصر اللي راح بشر يوقيم بميلاد الست العذراء. وهو نفس الملاك اللي لفت السنين ووقف قدام الست العذراء نفسها يبشرها بميلاد رب المجد. يقف قدامها بخشوع بوقار شديد. هنقول في الزكسولوجيات في الكهف يقول أين أذهب من قبلك؟ أروح منك فين؟ إذ ابن الله يصير في المستودع. أنا أقف قدامك أروح منك فين؟ ضبن الله الجالس على الشروبيم اللي بين عينه يصير بين البشر ويكون في بطنك. يقول لها الكل يخلص من قبلك. ما هو شاف إزاي الطرد حصل وشاف إزاي بحواء حصل الطرد ودام ست العذراء. الكل يخلص من قبلها ويقول لها وهو فرحان. هو أرسل خادم الخلاص ليعطينا دعوة جديدة، دعوة الرجوع لحضن الله، دعوة فرح بعد الحزن. وهنا بس هقول سايد نوت كده بمناسبة السنة الجديدة، دعوة الفرح بعد الحزن. فرحنا كمسيحيين لا يتوقف على مواقف ولا على ظروف. خلوا الفرح معتمد على الخلاص. ازاي؟ طبيعي في الدنيا بندخل في مواقف صعبة كتير ومواقف فيها مرارة وحزن جامد. ما تحبسوش نفسكم في الحزن، لكن بصوا على الفرح، فرح الخلاص اللي أخذناه من رب المجد، الفرح الأبدي، الفرح اللي يكسيد يعدي ويفوق الظروف. فكل ما تدخلوا في حزن افتكروا فرح الخلاص، فرح ان احنا في حضن الله، فتلاقوا الفرح بيعدي ويغلب الظرف. لسه المرارة موجودة بس في الخلفية كده، لكن الفرح يغطيها. ده الفرح الحزن، الفرح دعوة الفرح بعد الحزن، دعوة الحياة بعد الموت، دعوة سلام وصلح بعد العداوة. وبعد الميلاد العجيب هو نفس الملاك اللي يقود الملائكة زمرة من الملائكة ويروح للرعاة زي ما بنقرأ في دفنار 26 بقونة ودفنار برضو مبارح. هو الملاك اللي قاد مجموعة من الملائكة يبشر بالرعاة، يبشر للرعاة ويقولهم ايه؟ المجد لله في الاعالي. المجد. ويدعو الخليقة الامينة المتجسدة في الرعاة للمجد. الاول شفنا معلمنا يعقوب سند على الصخرة كده وشاف في رؤية سلم منصوب وملائكة طالعة نازلة. لكن النهاردة ما فيش رؤى. رؤى ايه؟ ده بالعيان يشوف السماء مفتوحة وملائكة ملت السماء ما بين السماء والأرض وتبشر الرعاة بالمجد وبالسلام وبالفرح. دي بركات التجسد اللي عايشين فيه. يتهللوا بمجد الله المعلن في حب عجيب. المجد أعلن بحب عجيب. هو أحد السبعة
الواقفين أمام عرش الله بمخافة، هو بنفسه يبشر إن رب المجد نفسه يولد في مزود. أنتم متخيلين مشاعر الملاك عامل إزاي؟ مشاعر الملاك جبرائيل شاف الخلق وشاف الطرد ووقف قدام المجد والعزة الإلهية ويبشر بولادة في مزود، حاجة تفوق الوصف وتفوق التعبير وتفوق المشاعر. أي حب وأي تهليل ينبغي أن نتهلل به. إن كان الله كان ظاهر أمام الملائكة هو ظاهر أمامنا كل يوم على المذبح، إن كان الملاك جبرائيل واقف أمام العزة الإلهية فإحنا واقفين أمام العرش الإلهي المذبح حامل رب المجد. ده التجسد الجميل، ودي البشارة اللي بشرها الملاك لكل البشر. فنشترك مع الملائكة في تهليل وتسبيح وتمجيد، وزي ما هم بيعملوا فوق إحنا بنعمل على الأرض، عشان خلاص جعل الاثنين واحد السمائيين والأرضيين، فتح السماء على الأرض. إحنا نعيش كل يوم في السماء، إحنا ماشيين في السماء مش على الأرض، إحنا واقفين قدامه. دي حياتنا كمسيحيين، وده الجمال اللي حصل في التجسد الإلهي. هو أيضا الملاك اللي بشر المجوس زي ما نقرا في نار ثلاثة هطور. هو أيضا الملاك اللي ظهر ليوسف في حلم وقال له خد مريم والصبي وروح الأرض مصر، ونشوف في أيقونة أثرية جميلة رحلة العائلة المقدسة والملاك جبرائيل فوقيهم يظلل عليهم بجناحيه. هو الملاك اللي بشر بالخلاص وعاين الخلاص زي ما جه في التقليد. هو الملاك اللي ظهر لرب المجد في جسيماني وأواه، وهو نفس الملاك اللي ظهر مع الملاك ميخائيل وبشر النسوة بالقيامة زي ما جه في ميمر تكريس كنيسته 26 بقونة. فتعيد ليه الكنيسة 13 هتور و22 كياه 30 برمهات و13 بقونة و26 بقونة. هذا الملاك المبشر المفرح اللي أعلن فرح السماء برجوع البشر بتدبير الخلاص، وهو مع الملائكة يفرحوا بخاطئ واحد يتوب، فيكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. الملائكة مش زي شياطين تحسدنا على الخلاص، لكن الملائكة كانت فرحانة بتجسد رب المجد وأعلنت بتهليل للرعاة ولكل البشر، وهم الملائكة اللي يفرحوا بخاطئ واحد يتوب وما يبصوش علينا لغاية ما نتوب، يساعدونا في توبتنا. كلكم عارفين قصة موسى القوي، القديس أنبا موسى القوي، لما الشيطان فضل يتعبه بأفكار شديدة ومتعبة، أفكار كلها نجاسة، وفضل رايح جاي على الأنبا يسوزوروس يقول له أبونا مش قادر أتخلص من الأفكار، مش عارف أصلي، مش عارف أعمل إيه، راح له في نفس الليلة فوق السبع ثمان مرات. دي الأمانة في التوبة. فقال له طب تعالى يا ابني نطلع فوق. أخده فوق وقال له بص ناحية الغرب شايف إيه؟ قال له شايف شياطين مستعدة للقتال وهتموت وتهاجمني. طب قال له كده بص ناحية الشرق، قال له شايف ملايك بيسبحوا ويرتلوا وبيشجعوني في جهادي. دول الملايكة اللي ساعدونا في خلاصنا. كل واحد فينا ليه ملاك حارس،
والملائكة فوق في السماء مستنيين ننجى من العالم ويساعدونا. عشان كده الكنيسة بحكمة جديدة في مجمع التسبيحة اشفعوا فينا أمام الرب أيتها الملائكة وسبع وميخائيل وغبريال ورفائيل ليغفر لنا خطايانا، ونبعث صلوات سهمية نذكر اسم الملاك أو الشهيد أو الأب ليغفر لنا خطايانا وهم يشفعوا فينا ويساعدونا في جهادنا. زي ما قلنا في العهد القديم قال لدانيال سمعت صلاتك وأصوامك، هم شايفين الجهاد. ولما صلى وسط الأسود أرسل الله ليسد أفواه الأسود، ده الجهاد. فالله يرسل ملائكته ليسد أفواه الشياطين من محاربتنا. ده الشكل الأصيل للتوبة، إن أنا أصرخ فتجيلي نعمة فيؤذروني في خلاصي في جهادي ويسدوا أفواه الشياطين ويبطلوا مؤامرتهم. عشان كده بنقول فلنشكر صانع الخيرات، نقول مؤامرتنا انزعها عنا وعن سائر شعبك. هو اللي ينزع، هو اللي يسد أفواه الأسود بشفاعة وخدمة الملائكة والقديسين. ده العز اللي احنا فيه كبشر من بعد الخلاص، وده حب الله لينا. ما سبناش لوحدينا، ادانا روح القدوس وهو ساكن في وسطنا وحوالينا ملائكة وقديسين. عايزين ندخل السنة الجديدة بقوة بجبروت ملاك جبرائيل، معناه جبروت الله. فندخل بجبروت وقوة مش منا لكن من الله اللي يعطيها الأبناء. فنتوب بفرح، نتوب بقوة، نتوب بعزاء، نتوب برجاء، وننظر للسماء ويكون لنا رجاء في السماء. اوعى تبصوا للسماء وتقولوا هي فين واحنا فين، ده احنا يدوبك نقف على عتبة. ليه؟ انت ليك ميراث وانا ليه ميراث، وحولينا بيساعدونا كتير. والله يشتهي اليوم اللي يكون معانا فصح في السماء. هو قال لهم كده، ندخل السنة الجديدة برجاء شديد لميراثنا، برجاء شديد للخلاص، بفرح في التوبة. التوبة مش حزن فقط، التوبة حزن وفرح. احنا بنشكر فنشكر صانع الخيرات ونقول ارحمنا الله كعظيم رحمتك. ده شكل التوبة، وده شكل السماء، وده شكلنا احنا. احنا عايشين في السماء لغاية ما نخرج برا الجسد المادي، ونقول للملاك جبرائيل النهاردة اشفع فينا أمام الرب، ونكون وتكون أنت في انتظارنا. ما هو يجي في اليوم الأخير يقول ويرسل ملائكته للرياح الأربعة ويجمعنا. فنقول له ملاك ما تنسناش اليوم ده، تيجي وتاخدنا في المجد ونصعد مع رب المجد في السحاب. وإلهنا المجد الدائم أبدياً.